حبك يا طارق ها؟ حبك هل بخل الماتش؟ يعني ايش؟ شحال باقيين تعادل اخويا باقيين 0-0 خير با يكمل برومي ميطون واه والله عيلة حق الرب العالي قريب
إذن نهاية الشوط الأول بتعادل فريقي حسنية الأزهرية والكوكب المراكشي، لن نعود إن شاء الله في الشوط الأول. أسامة أسامة صفر صفر خوت، واش تعرفوا باقيين تعادل، باقي الشوط الثاني غادي نشوفوا شنو المستجدات في الشوط الثاني بطبيعة الحال. الماء هاك هاك احل الماء اعطيهم الماء